اهتز العالم لسماع حادثة حريق مبنى المجمع العلمي المصري الأسري، ولذلك عقد الأمين العام للمجمع مؤتمر صحفي للإعلان عن أحداث الحريق ببيت السناري الذي أصبح مقرا لاستقبال الوثائق الخاصة بالمجمع. أصيب العالم صباح السبت الحزين الموافق للسابع عشر من ديسمبر للعام الحادي عشر بعد الألفين بصدمة كبيرة للحريق المروع الذي نال المجمع العلمي المصري بالقاهرة على أيدي جهولة لم ترع دينا ولا تاريخا ولا علما، فبعدت بهذه الجريمة المكراء عن كل معاني الإنسانية والأخلاق، وأصابت مصر والعالم بصدمة كبيرة، ونالت من رصيد مصر بين الأمم التي عرفت عنها الاستقرار وحب العلم والتاريخ، فضربت العلم والعلماء بقسوة لا تليق بقدرهم ومفاهمتهم. إن علماء المجمع العلمي المصري وقد أصابتهم هذه الفاجعة يربؤون بأبناء مصر البررة والشرفاء أن يكونوا هم الأداة والمعوج الذي حطم هذا الصرح، ويرون أن الأيدي الخبيثة والعقول المريضة ومن هم وراء تحطيم سمعة هذا البلد العظيم إنما هي الأيادي الشيطانية التي فعلت ما فعلت جهلا وجهابة وحقدا على مصر والمصريين. الجدول الزمني في أيدين من يقومون الآن بالترميم وليس في أيدينا، وقد بدأ فعلا العمل، والعمل جاري من أول أمس في المجمع العلمي، وجاري تدعيم الجدران تمهيدا لرفع الأنقاض التي تكثو تحتها بعض المراجع إن شاء الله. أما البرنامج نفسه هندسيا ده مش ما اقدرش اجاوبك عليه لان ده في ايدين المهندسين، انما عودتنا شركة المقاولين العرب في اعمالها ان تنجز اعمالها بسرعة ان شاء الله. الخسائر العلمية لا يمكن تعويضها، ولا استطيع ان اقول لك ما هي الخسائر، لان حتى الان لا زال الامل باقيا لاستنقاذ عدد من المراجع اللي موجودة تحت الحطام، لان السقف العلوي والذي يليه والثالث كلهم سقطوا في الداخل، الهدم جاء من الداخل على كل المقتنيات الموجودة، يعني الطابق الثاني بما عليه من أرفف والسطوح والطابق الأرضي بما على جدرانه من أرفف مليئة بالكتب والدواليب في الغرف المجاورة كلها انهدت فوق بعضها. المؤتمر كان عبارة عن إعلان بدء اتخاذ بيت السناري والجمعية الجغرافية المصرية مقرين مؤقتين للمجمع العلمي المصري يمارس من خلالهم أنشطته في القاهرة، وده معناه أن المجمع بيمارس أنشطته العلمية بصورتها المعتادة، وهيتم تخصيص بيت السناري لاستقبال المقتنيات المهداة إلى المجمع العلمي المصري واستضافة مبنى المكتبة الخاصة بالمجمع، في حين الجمعية الجغرافية هتتخذ مقر إداري للمجمع العلمي المصري.